على نعمة الأمن والأمان اللي صاير عندنا بالسعودية، وتعرف السعودية ما شاء الله تزخر بكثير من الفعاليات، من التطور والتقدم في كثير من المجالات، في مجال السياحة، في مجال الثقافة، في مجال التراث. اليوم المتحف الوطني بثوب جديد، بفعاليات جديدة، وفقنا بشراكات كبيرة مع القطاع الخاص في تطوير بعض الفعاليات المتواجدة عندنا بالمتحف الوطني. الفعاليات كانت تبدأ وتنتهي يوم الاثنين القادم، بدءا من يوم الجمعة، وأيضا بوقت من 4 العصر حتى 11 مساء. زي ما انت شايف ما شاء الله الحضور كثيف جدا، وهذا يدل على وجود ثقافة في المكان وقاعات متميزة ونالت إعجاب الحضور. أيضا هناك فعاليات، ومنها السيارات الكلاسيكية وتعلم العرض السعودية. أيضا كما ترى خلفنا الكثير من الفعاليات الموجودة، أيضا تعليم الشباب وجميع الشرائح على الخبيتي والسامري والعرض السعودية. أيضا هناك عرض أزياء للأطفال ومسابقة أفضل زي سعودي يمتاز به الطفل، وهناك بعض المسابقات من كثير من القطاعات. أيضا إلى وجود طاقات لتوظيف الشباب وتعزيز الوطنية، كثير من الشباب والعاطلين عن العمل، وتوفير وظائف بتسجيل بياناتهم ومن ثم التواصل معهم. فهذه من بعض المقترحات أو اللي كانت من فريق العمل الموجودين معنا والعاملين معنا في المتحف الوطني، بتواجد بعض الشركاء معنا لتعزيز الوطنية. أيضا في الأسر المنتجة وكثير من اللوحات التشكيلية المشاركة لتنوع الفعاليات، وأيضا دعم الشباب ودعم الحرف والصناعات اليدوية. الحمد لله رب العالمين. الفرحة على الصغير قبل الكبير، وباليوم الوطني أسأل الله الكريم أن يديم علينا نعمة في المملكة السعودية.